مشاهدينا هلا رح نختبر الشباب بتحديين، واحد بالمطبخ، واحد بالامور المنزليه، وثالث منه تحدي بس بدي اسالكم 10 اسئله حميمه. باخر هالفقره يلي رح يصير الصبايا رح يحطوا علامات على التحديين وعلى هول الاسئله، وحنودع ثالث لوزر ان لوف. التحدي الاول، يعني انا ما بعرف اذا حدا غيري مبسوط بوقفتكم هلا هون قدام البصل، لانه شيء كثير رح يكون بيضحك هلا اللي رح شوفه. بدكم تفرموا بصل. رح اقول لكم شو القصه. مرتك المدام عندها حساسيه بعيونها، افياش تفرم بصل، وابنك عنده بيكنيك، طالبه منهم المعلمه يعملوا سمبوسك، وبحشوه هالسمبوسك في بصل، فما فيك ولا تزعل لوبتي ولا تزعل المدام، فبدكم تفرموا البصلات. عندكم 3 دقايق لحتى تفرموا البصل. 3 2 1، بصل. نعمون كمان. بعده عم بقلكم من اجلك. حسوا شوي باللي بنعمله نحن. باميلا انت قلتي حدا يبكي يا شباب؟ انا كثير. عن جد؟ كثير. بتطبخي؟ ايه بحب. طبخات لبنانيه او سيمبل ستاف؟ انه مش كثير غمه يعني، لا بعد ما وصلت هالقد، بس انه على وقت بحب كثير. راس نيفا بس. لا مش هالقد كمان. كريس؟ ايه بتحبي الرجال يفوت يساعدك بالمطبخ؟ ايه اكيد. نفس الرجال طيب على الاكل اكيد. خليه يجلي يشيل كل الجليات. بدي اطبخ من اجلي انا، بخيل اجريك خليني انا اطبخ. شو يا جوال؟ شغلتي. هاي شغلتك البصل؟ شغلتي. انا بشتغل بمطعم. عن جد؟ حلو. شو الوضع؟ عالناعم عالناعم. جوال مين اكثر واحد من الشباب شايفين بيه خرج فرم؟ ماشي حاله. لا صراحة اللي بلش مظبوط هو عبد الوهاب، لانه قشر بالاول بعدين قطع، هي هيك مفروض. فلهلا عبد الوهاب. ايه انا كمان حسيت عبد الوهاب اشطر شيء. كريس؟ وي عملي لي خدمة بليز، عملي لنا فتلة على الطاولة، شوف الشباب شو وضعهم. حدا يبكي بس. لا يبكي على البصل. بس مهدي معتبرها تفاحة البصل. وين اللحمة؟ ولا لا شو وضع عبد الوهاب يا كريس؟ لا عبد الوهاب سافا، يعني ايده اسم الله. حلو. يعني بيقعد تحت ايده بيروح. ومهدي؟ مهدي على الرايق على البطيء، بس فيها لقطه كمان سكين منيحه. طيب روحي لعند الكساندر فرجينا بليز. يلا الكساندر عم يعمل للفتوش مش للحشو. ايه كثير كبار. تعلمي. تعلمي كمان. الكساندر. قديه بعد عم تبكي؟ كريس ماشي حاله الكساندر، ماشي حاله. مين اضبط واحد لهلا؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب؟ يلي جوال حاساه قلبه. 6 5 3. رح روح شوف شو صار هون. خليني اشوف. هلا في بصله هون، هي من مين؟ عبد الوهاب. ليه بالنص بيناتكم هالبصله؟ عبد الوهاب كم بصله عامل؟ هول 1 2 3 4 5 6، في 7 بصلات، عامل 3 بصلات. بس هول قصصهم انت مش صغار، يعني هيدي السمبوسكيه بحد ذاتها بصله. يا زلمه قتلني انت. السكينه مش طيب. طيب خلص نحط الحق على السكينه. شو يا الكس؟ روعه لك الكميه. ليك الكس انعم شوي، بس انت كم وحده قصيت؟ 4 أو 5 تقريبا. تعال نشوف. خرب الدنيا. تعال نشوف يا مهدي. خرب الدنيا. ليك هول اصغر شقف لهلا. كم وحده عامل بصلتين؟ 1 2 3 4 5 6 7. 3 كمان، 3 بصلات، كل الشباب 3. هلا الشباب كلهم قصوا 3 بصلات. بس انضف شيء كان لحديت هلا عبد الوهاب. واكثر شيء فارم صح هو مهدي. مزبوط. بس خلينا نشوف الصبايا شو رايهم. جوال انت حسك قلبك على عبد الوهاب اول شيء. وكريس اكدت على الموضوع وتبين هالموضوع بعدين. مين برايك خرج بصل؟ خرج بصل. ومين برايك خرج فرن؟
مهدي زافي لجوال. ريما هلا أهمته كانت سريعة. ألكساندر الماشي صح كان عبد الوهاب. باميلا عبد الوهاب كان صح، بلش يقشر وكذا. ألكساندر بالكمية أكتر يعني. عجبتك التكنيك تبعه؟ منيح. مهدي ما حسيت له فيها. شو يا كريس؟ أنا لا حسيت مهدي اللي قص مزبوط فرم كفرم. تبليشة عبد الوهاب وألكساندر بيناتهم بالنص. مشاهدينا صار وقت نروح للتحدي الثاني. يعني أنا I can't wait شوف هالمجازة اللي بتكون تعملوها هلأ. يلي عم بيصير إنه أنتو بالبيت ومرتك دقت لك قالت لك في غسيل بده ينطوى. ليش؟ لأنه طافت الدنيا. فبتكون تفرجونا هلأ أنتو بثلاث دقايق شطرتكم بتطوية الغسيل يلي لما يطوى من تحت الشتاء. عظيم. عندكم ثلاث دقايق. جاهزين؟ جاهزين. ثلاثة اثنين واحد تو. ايه ملفوفة هي لأنه هي مجعلك هلا مهم تشيلوه، ما في ولا نقطة مي عليهم. هولي بيتعلق كثير ضروري تعرف يطول لأنه أنا بكره التياب وتطوية التياب. بدي ارجع اطول مرة ثانية، عرفتي كيف؟ إذا مش يعني ركزي منيح، اختبار مصيري إلك. بس كان لازم يكويهم قبل ما يطوي. بس هلا صفا هلا شيلهم تحت الشتاء، هلا أهم شيء ما يكونوا عم ينعصروا. كل شيء عم بعمله محلي انا بيجي مع تربيح جميله. بس انت كثير بطيء. انا مهم استعجل بس كرمال الماء. خيب نحسب حساب شلون هن الشباب يعني ما لهم فيها، فعم يجربوا رواق. بس مين خرج يطوي بين الشباب ثلاثه؟ هلا ألكساندر عم بيطوي منيح، بس السرعه بعبد الوهاب ومهدي انه صفا. خارج انك ست بيت يا صفا. مهدي كمان. مهدي مدري منين جايبينه. مين هيدا؟ ما بعرف. عبد الوهاب حلو بنطلونك قالك هيدا بركي البنت من عند الجار اللي عنا. جوال بتربي خزانتك انت؟ كثير مرتبه. انت بتربيها؟ صح. مين من الشباب خرجي رتب لك خزانتك؟ هلا كسايزات ألكساندر، بس كالطريقة اللي عم بيطوي فيها عبد الوهاب. يعني انت بدك واحد بين أليكس وعبد الوهاب؟ ايه صح. مهدي هو بيناتهم. قلت يا بالحبس مهدي. قوموا وشكم. مهدي خلص. زقفة لمهدي. وعبد الوهاب خلص. بس في ألكساندر اخذ وقته، ليك خذ وقتك ما عندنا شيء. كواليتي اوفر كوانتيتي. ايوه. الكم على الكم. ايه طب ما يعيد شغله مرتين ألكساندر. بعد عندك وحدة. هيدي من اول ما بلش كبه لانه ما عرف يطويها، اما انجبر اخر شيء انه يطويها. بدها تطلع لي صراحة بفهم. يلا زقفة للشباب. جوال مين برأيك ربح هيدا التحدي؟ عبد الوهاب. ريما. ألكساندر. باميلا. أليكس. وكريس. لا عبد الوهاب اسكت. برافو مهدي. أنا مظلوم.